خليني اقول لك ازاي شفت نتيجه مباراه الاهلي وسان داونز، وده ممكن تصعب اللقاء القادم ما بين الاهلي والمريخ. هي طبعا نتيجة ممكن تكون بحسابات الأرض والجمهور وعلو كعب النادي الأهلي يعني حامل اللقب في النسختين الماضيتين، الثالث على مستوى أندية العالم. النتيجة ممكن تكون مفاجأة لعدد كبير من المراقبين والمتابعين. تابعت المباراة من داخل استاد القاهرة ويعني ورأيت الحفل على جمهور الأهلي، لكن الاهلي قادر ان يعوض في غادم المباريات. النتيجه عقدت حسابات المجموعه كثيرا، ولكنها فتحت الاحتمالات للجميع وجعلت ابواب الصعود متاحه للفرق الاربعه. الان يمكن ان المريخ حقق 4 نقاط بانتصار وامس على النجم التغليبي الهلال، ولكن هذه النتيجه لا يمكن ان تضمن للمريخ التاهل ولا غيرها من النتائج، ويبدو ان هذه المجموعه لم تبح باكرارها بعد. نعم انا معك، قدامكم اسبوع على مباراه الاهلي اللي هتقام 5 مارس ان شاء الله على ملعب الاهلي وي السلام اللي هو ملعب نادي المريخ اللي بيلعب عليه في هذه البطوله. استعداداتكم لهذه المباراه، ايه اللي انتم هتقولوه للاعبي نادي المريخ بعد ما المريخ كان متصدر لمجموعته قبل لقاء سان داونز النهارده، وسان داونز من 3 مباريات اصبح متصدر المجموعه برصيد 7 نقاط بعد ما فاز على الهلال وفاز على الاهلي وتعادل مع المريخ السوداني، ايه الرساله اللي عايزين توصلوها للاعبي نادي المريخ قبل هذه المباراه؟ المباراة هتكون على استاد القاهرة باعتبار انها هي المباراة الخاصة بالاهلي. تمام. المباراة الأولى المؤجلة. فهي هتكون السبت الغادي بإذن الله تعالى. لاعبي المريخ الآن أغلقوا، والجهاز الفني والإداري أغلقوا ملف مباراة الديربي السوداني أو ديربي النيل. بعد النتيجة الرائعة والفوز يحمل دلالات عديدة يعني على الهلال، دافع معنوي كبير، لأن الفوز له أبعاده التاريخية وله أبعاده الإحصائية في الإحصاءات الأفريقية ما بين المريخ والهلال باعتبار أنهم هم غطي الكرة السودانية. هذه النتيجة أن تكون دافع للاعبي المريخ ليواصلوا مشوار حصد النقاط. لن يكون الخصم سهل ولن يقوم بسيطرة سهل بالنسبة للاعب المريخ، خاصة انه الاهلي الان الجريح بعد تلقيه هزيمة مفاجئة على ملعب على استاد القاهرة من صن داونز، سوف يدخل المباراة اكثر شراسة. انت تعلم كابتن ايهاب ان لام الاهلي وجمهوره وانصاره وادارته لن يدعوا هذه الهزيمه تمر مرور الكرام. نتوقع في اليومين القادمين ان نسمع ونشاهد ونرى الكثير عن المباراه. هذا الامر سيضاعف الضغوط على الاهلي، ولكن المريخ قادر على انه يقدم مباراه كبيره، يقدم مستوى يشرف المريخ امام الاهلي، وفي النهايه حتكون المكسب لمن يجتهد داخل الملعب ومن يعمل ويبذل ويكون حريص على تحقيق نقاط المباراه. طيب كابتن هيثم، ما الفارق بين فريق سان داونز في مباراه المريخ وسان داونز امام الاهلي اليوم، وانت حضرتك شاهدت المباراتين الاثنين سواء مع المريخ او وجودك النهارده في استاد القاهره، ايه الفارق ما بين الفريق في المباراتين الاثنين؟ سؤال جميل خالص، لانه وده كان يعني كنا بنتكلم ده مربط، يعني احنا كنا بنتكلم مع الكابتن عادل ابو جريشه نائب رئيس المريخ، وكنا احنا بنحضر في المباراه مع رئيس نادي المريخ المنصور حازم مصطفى، كنا بنتكلم عن التطور يعني الكبير في مستوى صن داونز ما من مباراه الهلال الاولى في جنوب افريقيا، واللي كان فيها صن داونز اكثر ارتباكا وربما باع الهلال فرصة التعادل والفوز في مباراة جنوب افريقيا، وكان الهلال اعلى كعبا واكثر حظا واكثر، كان يعني لو لم يعني يعبث له الحظ كان اكثر غربا لانه حقق نتيجة ايجابية في جنوب افريقيا. صن داونز الذي لعب امام المريخ لم يكن هو صن داونز الذي لعب امام الهلال في جنوب افريقيا، جاء قدم مباراة مختلفة في استاد السلام امام المريخ، والان قدم مباراة
افضل بكثير من المباراه التي قدمها امام المريخ، وواضح تماما ان هنالك تطور كبير في مستوى سان داونز مباراه بعد الاخرى. هذا امر كان واضح تماما في الثقه، في الثقه العاليه للاعبين، الاستحواذ، نسبه الاستحواذ، التمرير، الاستلام، امتلاك منطقه المناوره، وصول لمرمى الخصم اكثر من مره، التماسك الدفاعي، يعني ظهر انه السان داونز متطور من مباراه للاخرى. تمام. طب كابتن هيثم، فوز سان داونز اليوم شايف ان هو قربه لحجز بطاقه الصعود، ويتبقى بطاقه تجمع ما بين الاهلي والمريخ والهلال، شايف الدنيا في المجموعه ممكن ترتيبها يكون ازاي؟ بلغه الارقام حقيقه يعني ممكن يكون تحليلك صحيح. الان اصبح سان داونز ما لم تحدث مفاجات اخرى الاغرب باعتبار انه حصل على 4 نقاط خارج ارضه. تمام. نقطه من المريخ وثلاث نقاط من الاهلي، وهو اصلا يعني كسب 3 نقاط على ارضه امام الهلال، فيبقى هو الان الاوفر حظا، ولكن هذا لا يعني ايضا ان سان داونز قد تاهل. الان الصراع في المجموعه سيشتد تماما، هذه المجموعه بلا شك هي مجموعه الموت، هي في دوري مجموعات ابطال افريقيا، جمعت ما بين حامل اللقب وما بين سان داونز الفريق الاكثر تطورا في الغاره السمراء في الخمس سنوات الاخيره، وما بين قطبي كره القدم في السودان. فالفكره انه المجموعه انه الفوز سان داونز عقد حسابات المجموعه بشكل كبير، وسيجعل المباريات الغادمه يعني اكثر قوه، وستكون التنافس فيها حيكون على اشد. كابتن هيثم كابو عضو مجلس اداره نادي المريخ السوداني، بشكرك شكرا جزيلا.